اسمي عبد الواحد المحيب، كاريب 24 ألف ريال أخوتين، وما بستافدش تقريبا 3 شهور دابا وانا جالس. الناس حدايا استافدوا وعاودوا استافدوا، والثالثه دابا كيتسناوها، وانا راه ما عطوني والو وما استافدتش، ودابا مول الكره كيتسني 3 شهور، مول الحانوت كيتسني الكريدي. لا اله الا الله، هاد الناس خاصهم يشوفونا عين الرحمه. الله يرحم لكم الوالدين والله ينصر سيدنا. انا مني من الناس، مني من خوتي، داكشي اللي استافدوا خاصني نستافد فيها انا. الله يرحم لكم الوالدين. واش دفعت اسيدي سميتو؟ دفعت في الاول، قال لي داكشي في الدراسه، عاوتاني دفعت، وقفوا لي ثاني ما صيفطوش ليا، عاوتاني ثاني درت شكايه لوزير الماليه، جات ثاني تحبست. دابا راه درت شكايه، راه قال لي داكشي في الضوء كندرسوا لك داكشي، راني انا فقدت الامان مع داكشي، ما توصلت به ما والو. 3 شهور دابا مول الدار كيتساني 3 شهور، الحانوت كيتساني. لا اله الا الله، انا مزوز كاريب 24 الف ريال، ما عرفتش غادي ندير دابا. انا الله غالب، انتم شوفونا بعين الرحمه، الله يرحم الوالدين والله ينصر سيدنا. انا مني من خوتي المغاربه، داكشي اللي شدوا خاصني شدوا تانا، ماشي من حقي. الله يرحم لكم الوالدين، شوفونا بعين الرحمه. ها العلوان، ها كل شيء كاين. فين ساكن؟ ساكن انا حدا دار الشباب. هنا هنا في الشارع الزنقه 306، 306 رقم الدار رقم 1. فين اسم البلاصه؟ البلاصه هنا سيدي قروماعي. فين؟ تبع الجشيرة. تبع الجشيرة. الله يرحم لكم الوالدين والله ينصر سيدنا. ما استفدت اخويا حتى حاجه، ما استفدها. ازمه، انا مازم بزاف الكريديات. لا اله الا الله، 3 شهور دابا ديال الكرا كتسالني المصاريف. دابا ما عنديش باش ناكل، دابا حاليا ما عنديش باش ناكل بعد الماكله ديال القود. مول الحانوت كيسالني، من مشيت عنده قال لي كاع الناس استافدت، كاع الناس شدت، وانت ما شديتيش، اني عندك شي مشكل. لا خلصني، ما بقيتي دير حتى حاجه، تتخلصني في الكريدي الاول. ولا اله الا الله، وما عرفتش غادي ندير، نخرج نكريسي، ما عرفتش غادي ندير. انا مني من المغاربه، اخوتي المغاربه شوفوا فيا بعين الرحمه. لا اله الا الله، الله ينصر سيدنا. انا مني من خوتي المغاربه يشوفوا فينا بعين الرحمه، الله يرحم الوالدين. الناس شدت وعاودت شدت، واللي ما مزوجش شد، وانا اللي بولادي ومزوج وكاري. لا اله الا الله، كل شيء العلوان كاين هنا، كل شيء كاين. انا ما صيفطوا لي حتى شي ريال. شنو كان كيقولوا لك يعني فاش درتي الشكايه؟ درت شكايه، حبسوها لي، درتها الوزاره الماليه، حبسوها لي. دابا درت شكايه في التاليه، قالوا لي راه حنايا دابا في الدراسه، حتى الاثنين ردوا عليك في الدراسه، ولكن انا راه مزوج بين ياك، رب الاسره هو اللي كيشد. هادشي اللي بغيت نعرف، الا كان رب الاسره هو اللي كيشد. لا اله الا الله، الناس راه عارفيني، عطيت درت العلوان ديالي، درت كل شيء. انا مني من الناس، كاين اللي ما خاصو والو، كاين اللي زوفري وشد. الا كان الدراسه خاصو يدرسوا مزيان. يعني واش كاين الناس حداك واستافد؟ كلشي استافد، اللي مشي كلشي استافد. الناس ولا كيقول لي انت عندك انت مالك، انت عندك شي مشكل، ما عندي لا ضمان اجتماعي، ما عندي لا تغطيه صحيه، ما عندي لا سينيزيس، ما عندي شي خدمه رسميه، ما عندي والو، كنخدم بكتافي. النهار اللي خدمته هو اللي كنشدو. خدمت راه غنتخلص، ما خدمتش راني جالس 3 شهور وانا جالس. لا لا اله الا الله، الناس كيعطون، الناس كيعطوني باش كناكل دابا، الناس كيعطوني كلها كيلم ليا باش كناكل انا. فاش كنت كتخدم؟ كنت كنخدم انا عامل، نوبا ندير كريعيصه، نوبا نخدم عند هذا، نوبا بريكولات، ما عط هذا الشيء عطى الله. العائله خويا الوالده استفدت، كاينه في العروبيه، ولكن انا هنا ما استفدتش. انا وحدي مزوز ما استفدتش. هذا الشيء اللي عطى الله، لا من دعم ديال ذاك الدعم ديال الماكله، لا من فلوس ديال المخزن، حتى شي حاجه ما شديتها انايا. لا اله الا الله. عندك الرميد؟ عندي الرميد وافي، ما بغيتش انا تبعت القانون، قال لك اللي وافي من 2018 ما تقيدش. يعني ما تقيدتش بالرميد؟ ما تقيدتش بالرميد، انا تابع القانون، داك الشيء اللي قالوا راني تبعته، انا درت لاكارت لاسونال. التعويضات ديال التضامن الكوفي ديالك؟ ولكن ما جاوبوناش. لا اله الا الله. حنا وبينا من المسؤولين يشوفوا فينا بعين الرحمه. شنو رسالتك للمسؤولين؟ رسالتي للمسؤولين اخويا، وبيت الناس يشوفوا فينا بعين الرحمه، هاشي شويه هاشي شويه حنوا فينا، راه حنا بوليداتنا، راه حنا كارين 24 الف ريال، راه 3 شهور كتسالني مول الحانوت راه غرق، كيقول لي الناس شدوا وانت ما شديتي والو، انت تجيب لي الفلوس ودي سلعه اخرى، ما يمكنش نبقى نعمر لك الكتاب. والله ينصر سيدنا، هادشي اللي كنقول انا. بين هادشي اللي دار سيدنا الله ينصرو، وهادشي يقدر هاد المسؤولين يقادوا داكشي، كل واحد يعطوه اللي يستحق، اللي يستحق شي حاجه يعطوها ليه. واش كتحس دابا فاش ما استفدتش؟ ما استفدت اخويا في حاجه، ما فهمت والو انا هاد الناس. كنحس بالحقره، كنحس بالحقره، كنحس انا ماشي مغربي، انا مغربي مواطن، كيبقى فيا كنهز الرايه المغربيه،
وكنصر عزيز عليا المغرب، ولكن لا اله الا الله كيقول لك الناس انت محقور، انت ما عاد كيدير، انت ما شتيتي والو. هذا الشيء اللي بغيت نعرف انايا. روح الوطنيه راه في الدم ماشي في، ولكن ما شنا والو. كل كيقول لك انت ما انتش مغربي، ولكن كنت ماشي ولكن لا اله الا الله. من كيكثر الهم راه بنادم راه كينفجر، من كيكثر الهم نهار على نهار راه كينفجر بنادم. وين من مسؤولين يشوفوا لنا في عين الرحمه، الله يرحم لكم الوالدين، وجو شوفوا لنا الحاله ديالنا كي دايره، وجو شوفوا لنا في كارين وفي مريحين والوضعيه ديالنا، كاين اللي لاباس عليه وشاد، كاين اللي عنده الحانوت ديالو الصاكة، الناس شدت وعاودت شدت، راه ماشي حقره هذه، واحد مسكين مواطن عادي ما كيخدم نهار بنهار، وحنا راه ثلاث شهور وحنا مريحين، وما استفدنا والو، راه لا اله الا الله.